يسعدني أن أرحب بكم اليوم في فعاليات حفل افتتاح المهرجان الدولي الأول للتمور الموريتانية تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد شير غزواني رئيس جمهورية إسلامية الموريتانية. يمثل تنظيم هذا المهرجان تفعيلا للشراكة والتعاون المثمر بين قطاعنا وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وتجسيدا لسعي وزارتنا الدؤوب للنهوض بالزراعة بشكل عام وبشعبة التمور على وجه الخصوص. السيدات والسادة الحضور الكريم، إن المهرجان الدولي الأول للتمور الموريتانية جاء ليؤكد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون الوثيق الذي يربط بين الشعبين والدولتين بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وشقيقه فخامة السيد محمد ولي الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية حفظهما الله. وما يستمر لقطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور، كما نتوجه بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة لدولة الإمارات العربية المتحدة، الداعم الأول لزراعة النخيل وراعي مهرجان التمور العربية. والشكر موصول إلى معالي السيد أدنان بوخار سوكو وزير الزراعة الموريتانية على ما بذلوه من جهد لإنجاح هذا المهرجان.